لأول مرة في القرن الحالي لقاء قطبي الغناء المصري والعربي تامر حسني وعمرو دياب، وده كان في حفل زفاف الفنان أحمد عصام، حفلة أسطورية، وده اللي وصف الجمهور في حفل زفاف الفنان أحمد عصام اللي تصدر الترند في الساعات الماضية. وحضر الحفل أبرز نجوم الغناء والسينما، وكان على رأسهم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد منير وحمائي وأحمد سعد وكمان مصطفى قمر وحميد الشاعري. كمان الجمهور اتفاجئ جدا لما غنى ثنائي تامر حسني وعمرو دياب أغنية يا أنا لأ لأول مرة في التاريخ. الفنان أحمد عصام اشتغل مع تامر حسني أكتر من مرة، وده جمع بينهم صداقة قوية جدا. ساعتها نشر تامر حسني فيديو من حفل الزفاف وهو بيشهد على كتب الكتاب، وكتب منشور على صفحته الشخصية بالإنستجرام وقال: أنا فعلا كنت حاسس إني بجوز ابني. مليار مبروك لحبيبي وصاحب عمري أحمد عصام، ربنا يكرمك يا حبيبي أنت ومراتك. وبالنسبة للصور والفيديو الجميل ده، مهما علقت مش هعرف أوصف جمال روحه ومحبة الجميع اللي ظهر للكل. عقبال أفراحكم كلكم. كمان ظهر العديد من اللقطات الفنية، كان من بينها غناء القاب وحميد الشاعري أغنية يا غزالي، وكمان شاركوا الغناء الأسطورة عمرو دياب، لكن الاتنين انفعلوا على بعض لما كل واحد شد المايك من التاني، ولكن كل ده كان بموقف ظريف وطريف. عمرو دياب وتامر حسني وغيرهم من الفنانين لم يتقاضوا أجرا عن الغناء في حفل زفاف الفنان أحمد عصام، وكانوا حريصين جدا على مجاملته لأن بتجمعهم علاقة صداقة قوية جدا. خلينا أقول لكم إن اللي عقد قران العروسين الداعية مصطفى حسني وسط حضور عائلة العروسين وأقارب الفنان أحمد عصام. دقيقة واحدة عشان نعمل الإشارة بقى. احمد عصام فنان مصري، كانت اخر اعماله مسلسل طلقتك نفسي واللي تم عرضه في 2020، واللي شارك في بطولته الفنان هاجر أحمد ومحمد مهران ونانسي صلاح والفنانة سوسن بدر، والمسلسل كان من تأليف أحمد عصام وإخراج محمد النقلي. كمان الفنان أحمد عصام مهندس ومبرمج مصري، وكمان يمتلك شركة خاصة في مجال الألعاب النارية والمؤثرات الخاصة في مصر والشرق الأوسط. قولونا رأيكم في بهجة الفرح وفرحة الكل للفنان أحمد عصام.